وإلى أرض المعارض. أنتقل فيكم الآن إخواني أخواتي إلى قاعة رقم 4A، حيث المشاركة القطرية من خلال فعاليات معرض صنع في قطر. حاضر. مرحبا يا عيالنا. سلم. شو اسمك؟ عادل. أنت اسمك عادل؟ لا. هادي. هادي شنو؟ هادي وشو كمل؟ هادي من بارك الهادي. والنعم حبي والنعم. وأنت يا حلوة شو اسمك؟ سارة. سارة وشو هذا يا سارة؟ شو الحلو هذا يا سارة حبيبي قلبي؟ الله يخليهم لك إن شاء الله. مثل ما نشوف إخواني وأخواتي ما شاء الله مشاركات متعددة من شركات قطرية في جميع المجالات مشاركة في هذا المعرض، وما شاء الله ما أخذ مساحة كبيرة. الله توقعت المعرض أصغر من كذا بكثير، لكن فوجئت صراحة بمساحة المعرض. يعطيهم العافية على هذه المشاركة، شركاتنا ومصانعنا القطرية اللي نفخر فيها. منتجات بلدنا أيضا مشاركين، صناعات الوطنية. السلام عليكم. منتجات بلدنا بكل طبعا قطاعاتها منتجاتها أيضا مشاركة معنا. كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة. يعطيكم العافية. السلام عليكم، معكم محمد الأنصاري رئيس قسم العلاقات العامة بوزارة التجارة والصناعة. وزارة التجارة والصناعة تشارك في معرض صنع في قطر المقام في دولة الكويت. تنظم غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت. جناح وزارة التجارة والصناعة يستعرض أهم الخدمات اللي تقدمها وزارة التجارة والصناعة. احنا عندنا خدمتين مركزين عليهم، اللي هي النافذة الواحدة اللي تسهل إجراءات البدء في العمل التجاري وجمع الموافقات من جميع الجهات. الخدمة الثانية اللي هي بوابة قطر الصناعية، حق اللي حاب انه يبدأ في العمل الصناعي أو مشروع صناعي تقدم له كل المعطيات من الإجراءات، من المعلومات اللي يحتاجها، من الخطوات اللي لازم يتبعها، والمعلومات الأساسية والإحصائيات اللي ممكن انها تزوده وتفيده في البدء في العمل الصناعي. المعرض مثل ما تعرف يعني معرض بين قطر والكويت، وهو النسخة الثامنة، بس النسخة الثالثة يعني الدولية. طبعا احنا مواقفنا مع الكويت، مواقف الكويت مع المواقف إيجابية، سواء كان في أثناء الحصار أو بعد الحصار. طبعا الشراكة في التجارة بيننا وبين الكويتي من زمان، لكن اللي حصل اليوم احنا عندنا 220 عارض من جميع القطاعات الصناعية والتجارية والطاقة، جميع المناطق، جميع القطاعات التي ممكن تخضع لها. طبعا التعاون مع الاخوان الكويتيين بالنسبه لي كان امس من الافتتاحات الكبيره اللي جابوا وزير التجاره والصناعه عندنا في قطر علي بن احمد الكواري، وسعاده وزير التجاره والصناعه رضوان الكويت. فحقيقه اليوم الجمهور من الصباح الى الان والمعرض حافل بالزيارات. يعطيك العافيه. الله يحفظك طول عمرك. من هذه المشاركه ان شاء الله. المنتظر هنا تشجيع المنتج القطري والمصنعين القطريين وفتح الاسواق بحيث انها تكون عندهم يعني اكبر قاعده من الاسواق خارج السوق القطري، خاصه السوق الكويتي سوق كبير وسوق له اسواق جنبه قريبا ما هو يصدر منها. فنتمنى للمصنعين القطريين ان يكون لديهم قاعده توزيع كبيره. طبعا احنا نبحث في نفس الوقت، يعني اليوم مثل العارضين اللي عندك شفتهم 220 مصنع ذوي كفاءه ومنتج قطري وذو جوده عاليه، يعني ننظر لهم الى ان ننقلهم الى اماكن اخرى غير دوله الكويت فيما بعد، وخاصه السوق الافريقي اللي هو يتقبل كل هذه المنتجات ولشح هذه المنتجات في تلك الاسواق. طبعا ننظر الى التشجيع ولهذا. شكرا. السلام عليكم. احنا اليوم موجودين في معرض صنع في قطر. الحمد لله في قبال كبير تقريبا من التجار الكويتيين، وكذا كذا اجتماع صار مع بعض التجار في مجال الاسمنت، وان شاء الله في طلبات كثير، وان شاء الله احنا ندرس الوضع شلون ممكن نقدر نصدر الى دولة الكويت ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا. اذا 220 مصنع قطري مشارك في
معرض صنع في قطر والمقام حاليا في دولة الكويت الشقيقة، لفتح طبعا أفاق تعاون وتسويق، وأيضا فتح خلينا نقول أبواب أخرى للمنتج القطري، وأيضا تعاون مع التجار ومنافذ البيع في دولة الكويت. يا جماعة الخير، شعور وايد حلو لما تسافر وتشوف منتجات بلادك موجودة، شيء طبعا يتلذ الصدر صراحة. وهذه الوجبة المنتج القطري اللي داخل بقوة للسوق المحلي. يعطيهم الصحة والعافية. هلا أبو غانم. شركة داندي مشاركين أيضا، وأيضا الشركة الوطنية للتصنيع الغذائي نافكو أيضا لهم مشاركة. التونسية القطرية للصناعات الغذائية، ما شاء الله. والله يا جماعة شيء يفرحنا والله. هو معرض تخصصي، مش معرض يعني مثل ما نقول ملابس وكذا تقول زحمة، لا هو تخصصي، يعني اللي بيجي تاجر يبي يفتح، يبي يعمل صفقات عقود، لذلك الإقبال لازم يكون بالطريقة هذه، لأن لازم هي بينا جلسة، شو شلون جلسة نقاش حوار إقناع، فشيء مو بسهل يعني. يعطيهم شو شلون. طبعا لما نشوف هذا المنتج اللي عليه العلم القطري والعلم الكويتي، هو احد منتجات حصاد تمور الدوحة مثل ما نشوف مع بعض. بمناسبة المشاركة عملوا هذا التصميم الرائع، وطبعا داخله فيه مجموعة من التمور بشكل صراحة جدا رائع، يعطيهم العافية. ونكمل جولتنا ونشوف مع بعض مصنع بالأمان، يعطيكم العافية. بلاستيك طبعا معروف موجود في الصناعية، والشغلة مناسبة ما شاء الله، منتج رائع. ما شاء الله مصنع الخليج السجاد، شوفوا نوعية السجاد، شوفوها شلون. مصنع البريك لايننج داخل دولة قطر، تقريبا الوحيد في المنطقة بالدول الخليج. اللغة العربية بيسموها المكابح، هي بريك لايننج، يعني اللغة العربية الفصحى المكابح. بريك لايننج، احنا بنجيب المواد الأولية من تركيا، مواصفات أوروبية تحت إشراف المصنع اللي بنجيب منه المواد، بنعمل اختبارات لشان نضلنا متابعين الجودة في خلال الفترة هذه. يعني هذه استخدامات السيارات طبعا، السيارات الشاحنات طبعا، للشاحنات كل استخدام للشاحنات. شيء يثلج الصدر لما نشوف هالمجموعة من 220 مصنع قطري مشاركين في صنع في قطر، احدى المعارض المعروفة في دولة الكويت. اعتقد خلينا فعلا نعيد النظر ونزيد عدد المصانع ان شاء الله. السنه الجايه 220 يصيرون 250 و300 بعد. شدوا حيلكم تجارنا، اصحاب المبادرات، اصحاب المشاريع. الان في تسهيلات كثيره لقرض وارض صناعيه، استغل هالفرصه ومر عليهم الاخوان في وزاره التجاره والصناعه وخلص امورك. الله يوفق الجميع ان شاء الله. معك فهد العمادي من المصنع الوطني للمراتب. هاي تعتبر المشاركة الثالثة لنا خارج دولة قطر بخصوص صناعات، بخصوص مصنع صنع في قطر المعرض. وإحنا طبعا عندنا معرض مصنع نصنع المراتب الطبية، تقريبا صار لنا 37 سنة في هالمجال. كلها طبية. وعندنا طبعا أنواع مختلفة، يمكن أكثر 25 نوع. مثل هذه فيها خاصية التبريد، لو تحط ايدك بتحس ان القماش بارد، تطلع نسبه بروده. في بعضها معاها اللاتكس الطبيعي، معاها البوكيت السبرينج. والحمد لله احنا يعني هدفنا الاساسي المشاركه هي ابراز المنتج القطري خارج الدوحه، ونروي الناس ايش المنتجات اللي عندنا. هاي الهدف الاساسي ان نيجي وعلى اساس الناس برا الدوحه تعرف. وطبعا نشكر اللجنه المنظمه على هالتنظيم، تنظيم رائع وجيد من حيث غرفه التجاره وزاره الصناعه والتجاره،
ونشكركم صراحة على هالتغطية. أهلا وسهلا. نحن فخورين جدا بالمشاركة. نحن الراعي الأماسي لمعرض صنع في قطر، وبالحقيقة فخر تشوف هالشركة اللي بلشت من أقل من سنتين لتلبية حاجة السوق المحلي إنها تنطلق وتصير على منصات التصدير العالمية. الحمد لله التطور اللي طورته الشركة كان جيد جدا وكان كبير وسريع، وهذا الشيء أتاح لنا نكون موجودين اليوم بالكويت. وحقيقة سررنا نعرف إنه اسم بلدنا بالكويت معروف، سبقنا قبل ما نجي نحن، فعارفين الاسم وعارفين عارفين الماركة والمنتجات وحابينها. وحمد لله كمان عندنا صار كتير طلبات لوكالات في الكويت. هلا 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 وبسهلا والله. شلونك؟ ان شاء الله بخير. طول لي عمرك. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيبين ان شاء الله. الحقيقة شو اخبار المشاركة؟ ابشرك الحمد لله. كل شيء تمام الحمد لله. راضي ان شاء الله؟ اي لا الحمد لله. شاركنا قبل في معرض صنع في قطر اللي في عمان. نعم. والحمد لله الان عندنا مجموعة من الموزعين، 5 موزعين ما شاء الله، وان شاء الله باذن الله في الكويت ما نطلع من الكويت لعنا 10 موزعين باذن الله. باذن الله يا رب. باذن الله. الله يرحم والديك ويحييك. هذه الموزعين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ايش رايك بالمنتج القطري؟ شنو شفته؟ والله منتجات يعني بالامانة يعني شيء يشرف، وزين الكواليتي مالهم زين لحد الحين، وان شاء الله نجربه بالكويت، وان شاء الله يكون بادر خير ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. الله يعافيك. الله يعافيك ان شاء الله اجمعين. السلام عليكم، محمد الهاجري من مصنع الوجبة للألبان والعصائر. مشاركتنا هي المشاركة الأولى في معرض خارج قطر، أول مشاركة لنا كمعرض يعني بدعوة من غرفة تجارة وصناعة قطر وبدعم من بنك التنمية. ومشاركتنا في المعرض اليوم هي طبعا تعريفية للسوق الكويتي، وحتى التعريف للساحة الإعلامية بالمنتجات اللي عندنا. شاركنا اليوم بالألبان، منتجات الألبان بشكل عام، اللبن والروب، وأيضا بعد اليوم عارضين أول منتج يعتبر منتج مصنعي للكرثي او اللقط اللي يسمونه اللقط بالتمر والساده. نعم. شفنا تفاعل كبير من الزوار على المنتجات المشاركه في المعرض بشكل عام، وخص منتجات الوجبه من ناحيه الجوده. الحضور اليوم اكثر من حضور امس ما شاء الله، ما كان الحضور يعني ما توقعنا العدد الكبير اللي شفناه اليوم صراحه. ايضا منتجات الويبه ومشتقاتها موجوده ايضا ما شاء الله. منتج قطري من منتجات نفخر فيها. يعطيكم العافيه. زاد القطريه طبعا نفخر فيها. مشاركين اللي شفتوه هذا في المحلات عرف انه هو منتج قطري، ولازم ندعم المنتج القطري ما شاء الله. منتجات متعددة واستند كامل يستاهلون والله. أيضا منتجات روعة، منتج قطري نفخر فيه، أيضا لهم مشاركة من خلال أيضا استند كامل منتجاتهم المتنوعة. وقبل ما اطلع من المعرض، هذه الخريطة الكاملة لكل الشركات القطرية المشاركة.